السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع مكونات التوابل، المكونات الغذائية، مكون التوابل كما قلنا هناك لائحة يعني كبيرة جدا، ولكن نكتفي بالأشياء المعروفة ويعني المعهودة لدى الناس، ولو أن بعض التوابل لا تنتج يعني في هذه الدول، يعني هذه دولنا المغاربية، فهي تستورد من الدول يعني من القارة الهندية، ولكن علينا يجب أن نتكلم عنها. فمهمة هذه التوابل كما قلنا لا تستهلك من أجل البروتينات ولا من أجل الأملاح المعدنية ولا من أجل الألياف ولا أي شيء. هذه التوابل كلها تستهلك من أجل الفيتوستروجينات ومن أجل الستيرولات الموجودة فيها، وهي تستهلك بكمية ضئيلة جدا ويجب أن تكون في الأكل. لماذا؟ لأن بعضها يدفع البعض. يجب أن تكون كما قلت، يجب يعني هنا كلمة يجب يعني قوية، يجب أن تكون في الوجبة الغذائية، في جميع الوجبات الغذائية، يعني بما في ذلك الوجبات الباردة أو فيما ذلك يعني حتى الوجبات البسيطة، يعني مثل السلطات أو مثل يعني عجائن أو مثل بعض القطاني، هذه البقوليات أو أشياء، هذا يجب أن تكون دائما في الطبيخ هذه التوابل. لماذا؟ لأن الجزيئات الموجودة فيها هي لها دور كبير، لأن هي التي تحفز المكونات الموجودة في الأغذية. ف يعني نحن الآن نعرف المواد الغذائية، نحن لا ننصح لما نتكلم عن مواد المادة الغذائية، نتكلم عن خصائصها ونصنفها، ثم نعطي بعد يعني وصف هذه المادة ما هي. نحن لا ننصح باستهلاكها أو عدم استهلاكها أو بالنسبة للمرضى ولا للناس الصحيح، نحن نتكلم عن المادة في حد ذاتها. هناك برنامج آخر سنتكلم فيه، سيكون معقد شيئا ما، سنتكلم فيه كيف نستعمل هذه الأشياء. بعض الأشخاص الآن يعني يعيبون علينا أننا لا نقول لهم كيف تستهلك وكم نستهلك ومتى تستهلك ولماذا تستهلك، فهذه وصفات يعني أعشاب. نحن لسنا أصحاب هذه الأشياء، نحن أصحاب علوم، يعني علوم راقية في علم الأغذية وليس علم الأعشاب وليس طب الأعشاب وليس أي شيء هكذا. فهذه المكونات نحن نعرفها جميع المكونات التي خلق الله في يعني في قدر الإمكان. فهذا يعني هذا التوابل. حلقة اليوم سنتكلم عن القرنفل، الكلوفز أو الكلو جيرانفل الفرنسية. هذا القرنفل هو يعني له الناس يعرفونه يعني جيدا، ولكنهم لا يستعملونه مع الأسف. أما من قبل فكان يستعمل حتى كطيب، يعني كان يتطيب به الناس لأن له رائحة زكية، خصوصا النساء كانوا يعملونه في شعرهم ويعملونه حتى في ثيابهم لأن له رائحة جيدة، رائحة زكية، وكان من الأشياء يعني هذه التي تقضي على الجراثيم طبعا. فهذا القرنفل رائحته قوية ومذاق كذلك قوي، له مذاق قوي، ولذلك يستهلك بحبيبات فقط. الذي يقدر على استهلاك يعني ملعقة صغيرة جيد، ولكنه يعني التوابل عموما تستهلك بكمية بسيطة، إلا الكركم. الكركم ممكن أن يستهلك الناس ملعقة كبيرة وأكثر. ثم يعني القرنفل مع القرفة مع هذه الأشياء دي تستهلك بكمية ضئيلة من الأحسن، وأي كمية جيدة. ليس بالضرورة الناس يعني يستهلكوا 20 جرام و30 جرام، يعني لا داعي. أي كمية يعني حبيبات فهي تكفي للجسم. لماذا؟ لأن يعني عنده دور تحفيزي، دور منشط للمكونات الأخرى. بمعنى إذا استهلكنا القرنفل لوحده فسنضيعه. لماذا؟ لأن لا دور له في التغذية ولا في الجسم ولا في فيزيولوجيا الجسم. يجب أن يستهلك مع الأغذية أو مع أعشاب أو مع توابل أخرى، لأن هذه الجزيئات ستجد الأشياء التي تحفزها. أما إذا استهلكناه لوحده فلا دور له، يعني يكون يعني خسر. فيجب أن يستهلك مع أشياء. لماذا؟ لأنه يحتوي على مكون الأوجينول، ويحتوي على مكون الكامفيرول، ويحتوي كذلك على مكون الكاريوفيلين. يعني الكاريوفيلين معروف، دور الكاريوفيلين معروف جدا عند الباحثين وعند العلماء. نحن لا نريد يعني نحن لدينا حدود في الكلام، لا يمكن أن نتعدى يعني هذه الحدود. فهذه المكونات لماذا؟ لأن إذا
بدأنا نتكلم عن تصلح لك لمرض كذا ولمرض كذا، فربما هناك أشخاص يكونوا غير ملمين ثم يسمعون هذه النصائح ويبدأوا يبيعون للناس هذه الأشياء. على وهناك من قال أنني سمعت الدكتور فايد ينصح بي، أنا لا أنصح بأي شيء، أنا أتكلم عن خصائص المواد الغذائية، نعرف الناس يعرفون المادة ثم يتصرفون كيف يشاءون. فالقرنفل يحتوي على الإيجينول، والإيجينول هو الذي يعطي هذا المذاق يعني القوي، مذاق مر، هو يحرق في الفم، وهو مسكن. ولذلك بعض زيوت الطيارة المستخرجة من القرنفل تستعمل الآن في بعض المواد التي تصلح للأسنان، في طب الأسنان يستعمل كثيرا في طب الأسنان وفي كثير من المراهم وكثير من الأشياء التي يعني تهدئ الألم الضرس، ألم يعني الأسنان، وألم الأسنان ألم فظيع يعني. ولماذا؟ لأنه يعمل يعني دور بنج هذا يعني هذا القرنفل. فمكون الإيجينول يعمل مع الكاريوفيلين وهم موجودين في القرنفل. سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني تسوية الخلق، خلق فسوى سبحانه وتعالى. فيعني الإيجينول يعمل مع الكاريوفيلين مثل البيبرين في الإبزار التي تعمل مع الكيركيومين الموجودة في الكركم. فالكيركيومين تعمل بنشاط قليل، لكن لما يكون معها البيبرين تعمل 100%. لذا هذه الأشياء كما قلت يعني ربما ندخل في تعقيدات كبيرة، لأن يعني هذه علوم معقدة طبعا. فالإيجينول في القرنفل يعمل مع الكاريوفيلين، الكاريوفيلين يوجد في القرنفل، وهناك مصادر أخرى يوجد كذلك في الكبار، نبات هذا الكامفيرول والكاريوفيلين، الثلاث هذو الإيجينول والكاريوفيلين والكامفيرول. الكامفيرول يوجد في الكبار أو القبار، نبات القبار، هذو لي كابخ الفرنسية، كابرز إن إنجليش. ثم يعمل مع الكاريوفيلين، والكاريوفيلين موجود في نبات الجنجل أو حشيشة الدينار، وهذا الجنجل هو الذي يعملونه في صناعة الجيعة، صناعة المشروبات الكحولية، ويعمل في صناعة الجيعة، هذا الفرنسية الهوبلون، بالأنجليزية الهوبس. فهذه حشيشة يعني حشيشة الدينار أو الجنجل هي التي تحتوي على يعني أكبر قدر من الكاريوفيلين. ولذلك إذا يعني استهلك القرنفل مع نبات الجنجل يعطي نتيجة أكبر، وإذا استهلك مع الكبار، والناس كيلاحظوا على أن مذاق القبار كذلك مذاق يعني لاذع، مذاق يعني مذاق مر يعني قوي جدا مثل الفلفل، ويمشي مع الفلفل كذلك، يعني هذه الأشياء تمشي مع بعضها، يعني إذا كانت ممزوجة يكون أحسن، هي لا تعمل لوحدها. ثم هناك أشياء أخرى تحتوي على قدر بسيط من الكامفيرول، يعني منها اللفت هذا الأصفار، منها أشياء يعني بسيطة هكا في الطبيعة يوجد فيها الكامفيرول. العلين كامفيرول يعني ليس يعني نادر في الطبيعة، هو موجود يعني موجود حتى بعض الفواكه، ولكن يعني أول مصدر يبقى هو الكبار، القبار، نبات القبار، أو هو نبات موجود عندنا في يعني الفضاء المغاربي كله، مش في المغرب والجزائر وتونس، هذه معروف، هذه معروفة بلدان الكبار، والناس لا يستهلكونه بكثرة. حتى عندنا منطقتين الآن في المغرب، يعني هذه المنطقة تيسا تاونات ومنطقة يعني الشيادمة، هذه مناطق أصبحت يعني كبيرة في الإنتاج. كاين مناطق أخرى تنتج الكبار كذلك، يعني الأطلس، يعني حول الأطلس كاين مناطق أخرى، ولكن هذه المناطق الكبرى يعني في الإنتاج هذا الكبار. فالقرنفل يعني يستهلك بكمية ضئيلة، ومادة الإيجينول هي مادة تعمل مع الكاريوفينيل مع الكامفيرول، هم موجودين في القرنفل، بمعنى أن هذه التوابل تستهلك مع الأغذية أو حتى مع بعض الأشربة. ممكن أن نضيفها للقهوة مثلا، شرب القهوة ممكن أن نضيفها مع شرب يعني هذا السينامن، مع شرب القرفة، وممكن أن نضيفها مع شرب زنجبيل. لماذا لا يمزج الناس الزنجبيل مع القرنفل؟ لماذا كشراب؟ يعني ليست خلطة، كشراب يعني. فنحن أصبحنا يعني نخشى أن يتخذ الناس هذه الأشياء للعلاجات. أو الإيجينول يعني معروف عليه أنه يعني يكبح بعد تكون بعض المواد المسببة للألم مثلا،
وهو يعني يزيل التسمم، هو يقضي على التسمم، يعني هو الكلينس هذا نستعمله لكي يعني نزيل تسمم يعني هذا الكربون تيتراكلورايد. الكربون تيتراكلورايد هو مادة سامة يعني قوية جدا، وأن تسمم الكربون تيتراكلورايد يصلح له هذا يعني هذا القرنفل، يعني أنتيدوت كنسميه هذا، يعني هذا يزيل تسمم بالكربون. ثم يعني بعد الأبحاث الدقيقة التي يعني أجريت على حيوانات المختبر، هو يكبح بعد الريسبتور، يكبح الخلايا السرطانية يكبحها، ولكن لما نقول يكبح هذه مسائل بحث على الحيوانات، لا تعني خلطة أنني سأعالج سرطان بالقرنفل. ولذلك هذا الحديث، هناك تسجيلات قديمة كنا نتكلم فيها يعني بتلقائية وبأريحية، ولكن الناس استعملوها الآن في العلاجات، وأنني سمعت هذا ينصح بها ولا شيء. ومع الأسف الشديد هذه التسجيلات الجديدة، نحن ندقق في الأشياء لكي تبقى، لكي يعني نوثق هذه الأشياء كي تبقى ولكي يرجع إليها الناس ليعرفوا حقيقة المادة فقط. أما أن يتهور معها الناس، وأن يعني لما نقول أشياء يصلح لكبح السرطان، فالناس يفهمونها أنه يعالج السرطان، وهذا خطأ كبير. نحن ما سمعنا بهذا، نحن لن نتكلم عن هذه الأشياء. لما نقول يكبح الخلية السرطانية، فهو يدخل في النظام الغذائي للناس الذين ليس لهم سرطان، لكي لا يظهر عندهم سرطان. أما إذا ظهر سرطان فهذا شيء آخر، هذا شيء لا نتكلم عنه، شيء آخر، هذا يستوجب علاج، وعلاج قوي طبيعي أو كيماوي لا ندري، ولكن يستوجب علاج قوي. أما الآن في هذه المرحلة نحن نعرف بهذه المواد، ولذلك هذه توابل القرنفل الناس يذهبون إلى الإبزار وإلى القرفة وإلى أشياء كثيرة، الكمون وذلك شيء، ولكن ينسون هذا القرنفل. القرنفل هو يوجد في المنازل، علي كان يوجد في المنازل، الآن علي بدأ يقل، بدأ حتى بدأ الناس يعني لا يهتمون به، ويجب أن يكون قدر بسيط من هذا القرنفل. ليس بالضرورة الناس يشترون نصف كيلو أو هذا، يعني 50 جرام 100 جرام من القرنفل تكفي للمنزل، كي تستعمل مع الأغذية أو شيء هكذا. ثم إذا الناس لا وجدوه غالي ثمن فلا عليه، فإذا كان الثمن مثلا مرتفعا يقتنوا كمية ما بسيطة، فإذا كان الثمن مرتفع أو غير مناسب يعني بعد يعني بعد العائلات فلا عليهم، فهناك توابل أخرى تعمل نفس العمل وربما أحسن. فلا لا لا ليس بالضرورة أن تكون كل التوابل كلها في المنزل، فبعضها أو هذا يقضي، والناس يتعاملوا مع الأشياء التي يقدرون عليها فقط. لأن مع الأسف الشديد أن هناك من سينتهز هذه الفرصة، ثم ربما بعد الأثمان سترتفع، فيجب على الناس يعني أن لا يعني تكون هذه الأشياء عند مطلقة، أنه يجب أن يكون لديه قرنفل في المنزل. فإذا كان الثمن مرتفع فهناك توابل أخرى ربما تعمل يعني نفس العمل وأحسن من عمل القرنفل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.